وانا يا نونا محشي مش ناوي اعمل بكره محشي، مش كل يوم محشي، ولادي مش هياكلوا تاني يوم محشي، اعمل ايه؟ يا اما بتسوي الرز في حله، ما تشيلوش بقى في الفريزر والكلام ده كله هيبوش، واما تيجي تحشي بيه مش هتلاقيه زي ما انت عايزه. يا اما هعمل زي امي ربنا يديها الصحه، ما بتعمل ايه امي؟ بتحشي المحشي وبتحطه في الحله بتاعته عادي خالص، وحبه الرز اللي بيفضوا بتروح جايبه ورقتين ثلاثه كده فلوسكاب ابيض ما بيبقاش مسطر ولا اي حاجه، وتروح عامله ورقتين ثلاثه فوق بعض وتحط فيه الرز وتروح لفاه عامل زي السندوتش كده، وتروح لفاه وتبقى بسم الله الرحمن الرحيم، وتروح لفاه وحطاه على المحشي من فوق. عايزه اقول لكم ان احنا واحنا بناكل اصلا، واحنا بنسوي المحشي، الورق بتاع الرز دوت بيتاكل اكتر من المحشي نفسه، بيبقى حلو قوي، تسويته جوه الورق بتبقى في منتهى الجمال، بيبقى مفلفل كده وناشف، ما تعرفوش ايه سر في حاجه زي كده، بس بيبقى حلو قوي بصراحه. بصراحه يعني استخسرت الرز اللي فاضل يترمي، فقررت ان انا اقلد امي ربنا يديها الصحه واعمل زي ما بتعمل. جبنا ورق ابيض، حطينا الرز كده وراح عامله كده، ونلم من الجناب بالشكل ده على قد بقى ايه حبه الرز اللي احنا حاطينهم كده، ولف كويس، وعلى حلة الفلفل على طول، واحط على الوش عشان هي الحلة الواسعة بالنسبة لي. حطيت ورقة كمان في الفاصل، ورقة رز علشان يطلع كويس. بصوا كده، ايه دي حبة كمان. ليه ما كلتوش وانت صغير او وانت كبير؟ بالشكل ده كده نشوف بقى، يعني سبحان الله بقدرة قادر كده بيطلع مستوي تسوية ما شاء الله كده. ونلف كده. الله هتتحايل عليا بعد الهوا عشان اوكل لك منه، اصبر عليا بس كده. طيب هو كده اتسقى؟ لا ما اتسقاش، هنروح جايبين كده يا دوب بس هنديه كده. بصوا حبه ميه بسيطه بس كده ندي الورق، ومع البخار اللي هيطلع من تسويه الفلفل هيستوي معانا الرز وهيبقى زي الفل مع بعضنا، وهنشوف لما يستوي هيبقى عامل ازاي. بس عايزه اقول لكم على حاجه حصلت في الفاصل لازم افضحكم. كان في نقاش حاد فظيع على موضوع الرز بتاع المحشي اللي انا عاملاه في الورق. امهاتنا اكيد اللي بيتفرجوا علينا، وامي اولهم ربنا يديها الصحه، عارفين الموضوع ده طبيعي، بس هو النقاش كان من الجيل اللي ما شافش الحاجات دي. هو ده فعلا هيستوي؟ طب هو الورق مش هيبوش؟ طب احنا هناكله ازاي؟ طيب، وحاجات كتير، تساؤلات كتير. عشان اريح دماغي منهم ومن النقاش الحاد ده، قلت لهم انا مش عامله نسخه وحاطه الحاجه اهي قدام الشاشه، وهنشوف لما تستوي هتبقى عامله ازاي. اولا الرز ما بيبوش، سبحان الله بقى، يعني هي امهاتنا بركه بصراحه. يعني الرز ما بيبوش، ده حاجة. تاني حاجة، مجرد ما بيستوي معانا بنشيله بالراحة خالص، بنطلعه في طبق خارجي، بنسيبه يهدى، بنشق الرزاية، احنا ما بنفضيش اصلا الرز من الطبق من الورقة، بنفتحها كده من النص وبناكل الرز اللي فيها بالشوكة ولا بالمعلقة، ايا كان بناكله ازاي، بيبقى احلى رز مستوي ومفلفل، ولا هو معجن ولا اي حاجة خالص. هي حكمة ربنا، هم ليهم كده حاجة كده بركة بينهم وبين ربنا، بتطلع الحاجة زي الفل، واحنا ما علينا غير ان احنا نحاول ناخد جزء من البركة دي من ربنا. ده اللي هيحصل معانا النهاردة لما نشوف شكل الرز بتاعنا اللي معمول في الورقة هيبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشيل بقى كده الحلة من على النار، وانا عارفة متأكدة انه استوى معانا. بسم الله، عشان عينيك ورقه اتقطعت واتفتحت اقول عليكوا ايه، بس احنا مفيش حاجه بتوقفنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الورقه، نشيل بالراحه
الرز اللي كانوا مش مقتنعين ان هو هيبقى عامل ازاي. بصوا محدش يقولي ان هو مش مستوي طبعا، كمان مش هتحسوا باللي انا بقوله، طعمه هايل بالشكل ده اهو. اما امي ربنا يديها الصحه بتعمله، بنروح نفس الشكل اللي انتم شايفينه ده، بنطلعه في طبق نشقه من النص كده او بنفتحه كده اهو، وبنروح واكلينه بالشوكه او بالمعلقه، بيبقى طعمه احلى من المحشي بكتير كمان. يعني جربوه مش هتندموا.